وعدكم مشاهدينا انه بعد شوي رح تترافقوا مع شيف حسين. التحضيرات بلشت من بكير، انما اكيد بعد في كثير من الامور والتفاصيل بدكم تعرفوها عن اطباق اليوم. قبل ما ننتقل لعنده خلونا سوا نروح بهالجوله على صالة السينما. فيلم الأكشن براود ماري عن ماري وهي قاتلة مأجورة بتشتغل لدى منظمة إجرامية عائلية ببوسطن، وبتتغير حياتها وقت بتلتقي بصبي صغير خلال إحدى المهمات مع تراج بي هانسون، بيلي براون وجاهي ديالو وينستون. I'm Mary. I've been looking for you for a very long time. You look beautiful. والفيلم الرومانسي فانتوم ثريد. تجري أحداث الفيلم بلندن بفترة الخمسينات عن مصمم أزياء مشهور بتنقلب حياته وقت اللي بينغرم بسيدة قوية وبتصير ملهمته، مع دانيال دي لويس وفيكي كريبس. الفيلم مرشح لست جوائز أوسكار وهو من كتابة وإخراج بول توماس أندرسون. والفيلم الفرنسي فيليسيتي، دراما موسيقية عن فيليسيتي وهي مغنية ببار بكينشاسا. وقت اللي بتعرض ابنها الشاب لحادث الدراجة بتغير مسار حياتها بين عالم الموسيقى والأحلام لغاية ما تلتقي بتابو مع مجموعة كبيرة من الممثلين، وأحد المنتجين هو المنتج اللبناني جورج شقير. Los Angeles branch of the Federal Reserve. Only bank has never been robbed. وفيلم الأكشن Den of Thieves بيستعرض الفيلم حياة إحدى الوحدات الخاصة بمكتب الشرف بمقاطعة LA وحياة العصابة اللي نفذت إحدى أكبر السرقات بالمصارف ومحاولات الأخيرة لسرقة بنك أكبر، مع جاريد باتلر، بابلو شرايبر ومشاركة 50 سنت. On my signal. Let's go. What you are describing is sleep paralysis. You see, when we sleep, the mind shuts down the body so we don't act out on our dreams. It just feels so real. ولا محبي أفلام الرعب Dead Awake عن سيدة شابة عم بتحاول تخلص حالها مع أصدقائها من شر قديم بلاحق ضحايا من خلال تجربة التنويم، مع جوسلين دونهيو وجيسي برادفورد. ضمن أفلام هالأسبوع الفيلم الخيالي The Shape of Water. بمركز سري جدا للأبحاث بفترة الستينات تنشأ علاقة بين حارسة وحيدة ومخلوق مائي غريب، مع سالي هوكنز، مايكل شانن، أوكتافيا سبنسر ودوك جونز. الفيلم مرشح ل 13 جائزة أوسكار وهو من كتابة وإخراج غييرمو ديل تورو. من بعد هالجولة على صالات السينما مشاهدينا فورا رح اترككم تنتقلوا لعند شيف حسين وفقراتنا مع رشة ملح. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة تلفزيون مستقبل. اليوم في عنا أربع وصفات بلشنا فيهم من بداية عالم الصباح. السحلب صار جاهز عنا بعد ما كنا محضرينه بأول فقرة من فقرات رشة ملح. اما في عنا الكفته بالحر، الكفته لكن بالحر والفطر، هالوصفه تكتل لاخر شيء لنحضر انا وياكم هالوصفه. عنا راس القرنبيط او راس لقطين كمان صاروا جاهزين قليناهم وايضا جاهزين عنا. وفي عنا شوربه العدس، طبعا العدسات على النار بيضل بدنا نحط لهم الكريمه
وأيضا الملح والفلفل والبصل. أنا وياكم لكن مشاهدينا بالبداية خلينا نعمل آلية بصل على النار بزيت الزيتون. طيب أول شيء بستعين بزيت الزيتون، هون عم بحكي على شوربة العدس، لكن رح حضر من آلية بصل لضيفها فوق العدسات. بفرم بصل جوانح بهالشكل هون، نحن مشاهدينا رح قليهن، وبعد ما قليهن رح ضيفهن فوق العدسات. طيب هون هاي بالنسبة للشوربة، أما بالنسبة للطبق الرئيسي الكفتة. الكفتة مشاهدينا أنا مجهزة الكفتة، حتطلع بصل، حتطلع ثوم، حتطلع زعتر بري، أيضا حاطط ملح، فلفل أسود، قرفة وسبع بهارات. عم بحط رشة كعك كمان، لكن رشة كعك مطحون. رح بلش حضر الكفتة أنا وياكم لنقلي الكفتة. طبعا هون عم نحكي كفتة مع صلصة البندورة. طيب لكن كمان نسينا نخبركم انه فيها من رب الحار، اللي هي الكفتة عطتنا النكهة، نكهة الحار، لكن رب الحار او معجون الحار انا مدخل مع الكفتة. رح اجي اخذ قلاية كمان بحطها قدامي، رح اعمل الكفتة بشكل بول، لكن رح اعمل الكفتة بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا، وايضا رح نقليهن بزيت الزيتون لكن تستوت عندي البصلة. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة. برجع بذكر المشاهدين، حطينا للحمة بصل، ثوم، زعتر بري. خلينا انا وياكم نروح نشوف الزعتر البري. انا في عندي زعتر بري هون زرعهم قدامي، لكن هيدا هو الزعتر البري اللي مدخلهم مع الكفتة. اوكي ضفنا زعتر بري، بيعطي نكهة كتير طيبة بالاخص. نحن ضيفين كمان مشاهدينا من الثوم، وايضا رب الحار، سبع بهارات، ملح، فلفل اسود، مثل ما عم تشوفوا كيف عم بعملهم. هلا فينا كمان نشويهم بالفرن، ما عنا اي مشكلة اذا شويتهم كمان بالفرن. اوكي لكن هاي الكفتة قدامنا بهالشكل. طبعا عندي بندورة لكن طحنتها، عصير البندورة، قشرت البندورة. طبعا هول عملتهم خلال فقرات رشة ملح لنكسب وقت، لكن البندورة قشرناها، بعد ما قشرنا البندورة طحناها، وأيضا جاهزة عندي البندورة لضيفها فوق الكفتة وأيضا فوق الفطر. بجيب زيت الزيتون مثل ما خبرتكم، بضيف زيت الزيتون على الكفتة وبدي أقليهن بزيت الزيتون. هاي البصلة، لكن هاي البصلة مثل ما عم بتشوفوا دبلت عنا البصلة، وهلأ صار الوقت لضيف البصل فوق العدس. طيب برجع بذكر المشاهدين، في عندي عدس وفي عندي مي على النار. هلأ اللي بحب مرقة الدجاج في يسلق العدس بمرقة الدجاج، ما عنا أي مشكلة. لكن العدسات مشاهدينا جاهزين، ضفنا لقلن البصل، نتركهم يغلوا شوي مع البصلات، نرجع بدنا نطحن نحن هالخليط. رح نطحن هيدا الخليط انا وياكم بالخلاط الكهربائي، وبدنا نضيف من الملح والفلفل الاسود والكريمة الحامضة او الكريم فريش. طيب هلا رح احرككم مع بعض. انا هيك بدي اذكر كل المشاهدين، طبعا اذا حدا عنده اي سؤال بحب يسالنا اياه في يتواصل معنا عبر رقم الواتساب اللي هنشوفه قدامنا على الشاشة. أنا كنت جاوبكم كل نهار خميس على أسئلتكم، ولكن ابتداء من هاي الجمعة رح جاوبكم كل نهار أربعة على طول، يعني بكرة أنا رح جاوب على الأسئلة اللي بعتتولنا إياها. ونهار الخميس صار في عنا شغلة محضر لكم إياها، طبعا رح نستقبل اتصالاتكم مباشرة على الهواء كل نهار خميس وكل نهار تنين. طبعا في عنا مسابقة لتشتركوا فيها، وبدنا نربح جوائز من منتجات تونس فود. لكن
المسابقة رح تبلش الساعة 12:30 كل نهار خميس. أنا ناطر اتصالاتكم وكل نهار تنين. لحمات على النار، عندي العدس مع البصل كمان على النار. بهالوقت أنا رح أجي حضر للفطر. كمان مشاهدينا بدي أقلي الفطر وأيضا نحضر الفطر لنضيف الفطر ونضيف اللحمة فوق الصلصة. لكن برجع بذكر المشاهدين اللي ما بيحب الحار ما عندنا أي مشكلة. هلأ هون بدي أقول شغلة كمان، فيني ضيف لهالوصفة اللي عم بحضرها طبعا غير الفطر، فيني حط من جزر، فيني حط من بروكولي، فيني حط من كوسة، فيني حط من فول أخضر، ما عندي أي مشكلة. طبعا لكل بحب الفول الأخضر في ضيف لهالوصفة فول أخضر ما عندنا أي مشكلة. لكن بلشت أنا بفرم أو تقطيع الفطر بهالشكل مثل اوكي. هول الفطرات رح نضيفهم نحن طبعا للصلصه، رح قليهم، فينا نقليهم بزيت الزيتون وفينا نقليهم بالزبده. المقادير اللي شفناها على الشاشه في بقلبها زبده، هاي الزبده لشو؟ لحتى اقلي فيهم الفطر. طبعا اللي ما بحب الزبده واللي عنده مشاكل في يستغني عن الزبده ويستعمل اكيد زيت الزيتون، اللي انا كل وصفاتي وكل طبخاتي بحضرها بزيت الزيتون. اول شيء صحيا احسن، وثاني شيء بتعطينا نكهه كثير طيبه زيت الزيتون بالاكل. لكن هون مثل ما عم نشوف عندنا الكفته بلشت تقريبا تاخذ لون، نقلبها على ثاني ميله تاخذ لون من الميله الثانيه. رح شيل الكفته انا كمان بعد ما تستوي بحطهم على جنب. وايضا بنحضر الصلصة، الصلصة هون فيني حط فيها بصل مثل ما خبرتكم، وايضا فيني حط فيها كمان من الثوم. انا الصلصة رح اكتفي نكهة باوريجانو وايضا زعتر بري، لان انا بقلب اللحمة بخلية الكفتة مدخل من الزعتر البري بناخد نكهة رائعة، فرح اضطر ضيف كمان للصلصة او للبندورة اللي طحنها رح ضيف لها كمان من زعتر البري مع رشة فلفل أسود، رشة ملح، ناخذ نكهة ولا أطيب من هيك. طيب هون لكن الكفتة طبعا كمان بذكر المشاهدين أن الكفتة فيني احشيها من السنوبر أو فيني احشيها كمان مشاهدينا من لوز الأصابع، ما عندي أي مشكلة إذا حشيتها سنوبر أو لوز أصابع. وبنفس هيدي الطريقة ما بحب صلصة البندورة، كمان هون بقول للمشاهدين فيني استعين بصلصة عبارة عن طحينة، عبارة عن عصير حامض، عبارة عن قليل من دبس الرمان، ناخد نكهة رائعة مع رشة ملح، رشة فلفل أبيض، كمان طبق كتير طيب. لكن اللي بحب يبعد عن صلصة البندورة أيضا مشاهدينا في حضرها بصلصة الطحينة، واللي ما بحب كمان لا البندورة ولا الطحينة فينا نروح لوين؟ للكريم فريش. نحضر هالصلصة بالكريم فريش بالإضافة أو بالتعاون مع اللبن، يعني بنخلط اللبن والكريم فريش بنغليهم وأيضا بنضيف لألون الكفتة. لكن هيدي الكفتة نحن تركينا لحتى تستوي. أنا بهالوقت شو رح أعمل؟ بهالوقت رح أجيب طواية. كمان هون مشاهدينا بدي أحط طواية على النار لقلي فيها الفطرات مثل ما خبرتكم. لكن كمان بستعين بزيت الزيتون، بضيف زيت زيتون للقلاية. هول الفطرات عنا كمان منقلب الفطر بزيت الزيتون. لكن برجع بذكر المشاهدين اذا حدا او اذا بتحبوا او بترغبوا تضيفوا من الخضار اللي خبرتكم عنها، طبعا القرنبيط او الفول او حتى اذا بدكم البروكولي او حتى اذا بدكم كمان من الباذنجان، شو ما بتحبوا انتو. كمان نفس الخبريه كيف عم بحضر هلا انا الفطر، بضيف هالخضار محل الفطر كمان بقلبها. الباذنجان كمان طيب الباذنجان، يعني جربوا انتو باذنجان مع كفته مع هالصلصه الشهيه اللي عم حضرها بناخذ نكهه كثير رائعه. باول فقره من فقرات رشه ملح حضرت انا وياكم كمان وصفه
حضرنا السحلب، السحلب البيتي أو السحلب المنزلي، كمان طبق كتير طيب وكتير شهي السحلب، حضرناه بطريقة كتير سهلة. جبت حليب أنا، حطيت بطنجرة حليب، ضفت لألون نشا، ضفنا كمان السكر، وأيضا مشاهدينا ضفنا من الكريمة البودرة. رح نشوف أنا وياكم المقادير رح تمرق قدامنا على الشاشة، لكن حطينا كريمة بودرة، حطينا نشا، حطينا سكر، وأيضا حطينا من الحليب، خلطتهم مع بعض على البارد. وأيضا مشاهدينا لكن هيدا السحلب، لكن مشاهدينا خلطتهم مع بعض على البارد، بعد ما خلطناهم على البارد حطيتهم على السخن. ما فيني حط أنا السحلب على، ما فيني حط النشا طبعا بس يكون الحليب عندي عم بيغلي، ليه؟ لأن بكعزل عندي النشا. لهالسبب أنا مشاهدينا لكن بخلط كل شيء على البارد وبرجع بحطهم على السخن. صار عندي السحلب جاهز، صار عندي خليط سميك، هلا بيجي برش عليهم رشة قرفة. طبعا بالمقادير اللي شفناها على الشاشة في عنا من الفستق الحلبي، وأيضا في عنا كمان من برش جوز الهند. إذا بدكم بتحطوا على الوجه كمان مشاهدينا برش جوز الهند وأيضا فستق حلبي. أنا قدمتها على الطريقة اللبنانية مثل ما عم نشوف مع قرفة، وأيضا عم نقدمها مع الكعك. لكن هيدا بالنسبة لطبق السحلب، هول الكعكات، وحطينا كمان رشة قرفة، بناخد نكهة كتير طيبة. السحلب لكن بذكر كل المشاهدين هالوصفة بتتقدم سخنة، بس ما خلصت السحلب، بس حصلنا على خليط متماسك، استعنا بالمسكة، حطينا كمان مسكة، وأيضا حطينا ماء زهر وماء الورد، خليتهم يغلوا غلوة وحدة، لكن أنا رح طفي كمان على الكفتة، خليتهم يغلوا غلوة وحدة، شلت هالطبق كمان سكبناه بالكاسات مع رشة قرفة وأيضا مع الكعك. هون عندي الفطر، بلشوا الفطرات ياخدوا تقريبا لون، بلش يتغير لونهم مثل ما عم نشوف قدامنا بالقلاية. الفطرات بلش يتغير لكن مشاهدينا لونهم، صار عندي فطر، صار عندي أيضا الكفتة، بعد عنا الصلصة، بدنا نحضر الصلصة أنا وياكم. طبعا الصلصة محضر لها البندورة، بندورة مطحونة، رب البندورة جاهز عنا، وأيضا في عندي الزعتر البري، كمان جاهز الزعتر البري، يعني راح نحط بندورة أنا وياكم على النار مع رب البندورة مع الزعتر البري، رشة فلفل أسود، رشة ملح، وهيدا الخليط كله اللي قليناه اللي هو الكفتة أيضا مع الفطر راح ضيفهم فوق الصلصة ونقدم هالطبق أنا وياكم. بالإضافة لطبق الشوربة عنا العدسات، كمان استووا العدسات، صاروا جاهزين مع البصلات. لكن مشاهدينا عنا العدس وعنا البصل، بضل بدنا نطحنهم ونضيف لهم الكريمة. خلينا نروح نحن وياكم مع بريك جدا قصير وبنرجع سوا.